السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأمور الجميلة التي تجعل الإنسان يوفق بإذن الله عز وجل إلى امتثال أمر الله عز وجل في فرض أو نفل أو أي عمل صالح طيب، أن يقوم الشخص الذي يفعل ذلك الفعل بالدعوة إلى هذا العمل بالتي هي أحسن، فينبه وينصح ويوضح ويحبب غيره من أهله وذويه ومن يستطيع بالتي هي أحسن، للتي هي أقوم، في أن يفعل أو أن يفعلوا هذا الفعل الذي يفعله. إن كان يحافظ على الصلاة في جماعة، إن كان يحافظ على صدقة دائمة، إن كان يحافظ على الرواتب، إن كان يحافظ على الوضوء كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فمن حافظ على الوضوء ودعا إليه ثبت عنده هذا العمل بإذن الله عز وجل. إذن من عوامل ثبات العمل عند المرء أن يدعو غيره إليه بالتي هي أحسن، محببا ومرغبا في هذا العمل لما له من فضل وثواب عظيم. ومن ذلك أو من هذه الأعمال أن يحافظ المسلم على الوضوء، لأن ذلك قد يكون عائقا لبعض الناس عن أداء الصلاة في جماعة، أنه سيقوم بخلع الثياب أو يقوم بكذا أو بفعل كذا أو سيقوم بخلع الحذاء أو ما شابه ذلك، فلا يصلي جماعة مع المسلمين، بل يتأخر إلى أن يعود إلى بيته أو إلى أن أو إلى آخره. كن داعية إلى الخير تفعل الخير بإذن الله عز وجل. دمتم في طاعة الله.